من صافي صافي نوض نوض صافي دوزنا صاحبي ما خصنا نفرحوا ما خصناش حكي لي ديروا النية الدراري ديروا النية صاحبي بانيك يا ربي يا صاحبي بون المهم اليوم ليلة قبل الماتش شتا كطيح اليوم اثنين نورمالمون اسبانيا اللي خصها تدوز إذا جيتي تشوف الواقع ولكن مع المنتخب المغربي ليس هنالك واقع نحقق المفاجأة إن شاء الله وغادي ندوزو إذا دوزنا غتشوفوا الفيديو يعني غيطلع واحد الميني فلوغ مزاون إذا ما دوزناش ما غاديش تشوفوه المهم خليكم معايا حتى غدا الصباح يلاه تشاو يعطيونا التوقع غدا ان شاء الله مربوحه ان شاء الله التعادل امشيو اشواط اضافيه وبينالتي سنربحو ان شاء الله انت خاي محمد واحد واحد اشواط ان شاء الله اربعه اشواط انا كنقول ان شاء الله يا ربي بيض مزيان ونشوفو بيض مع الجبان تنقلقع او لا ترحمه مزيان واخير لا ترحمه مزيان هو بجوج مزيونين يا مرا ديما مغرب ديما مغرب ترحمه مزيان صباح الدنيا عامره واحد الاجواء زعما تخيل دوز دابا انا هو تمعطل الدنيا عامره وكلشي عامر قهوي بنادم خارج واحد السهم ما شاء الله اوكي انا اللي تعطل سينك شحال يمشي المنتخب غادي فابور فيه هذا كيمشي واش 30 جوج هذا واقيلا كبرا شويه مش هذا مو كبرا كبرات صغار معلم كبرات صغار اكبر غلط دير هو انك تهود مع الطاول نهار ديال المنتخب دابا انا ما باقيش فين تفرج دابا جوج باقيين جوج سوايع قبل الماتش القهوه كاملين عامر كلشي عامر طودو فين هاد الاجواء شو الاجواء كل بياسة براس مال صافي هاد السيد قال لك اسبانيا دازت الى داز المنتخب لا شال حساب شحال كتوقع من النتيجه المنتخب ايمن كتوقع تعادل ايوا اشواط اضافيه بينالتيات لا يعني غندوز غيدوزنا بونوس عام انت واحد واحد هذا دابا اشواط اضافيه ان شاء الله شنو واحد انت عاطف بدلوك على الراي ديال البارح قلت راي توقع دير اليوم توقع حاضر واحد 0 0 ثاني 1 0 حافيه زالت بدل بحال كاس داتاي واقيلا حافيه على الله عرفتوا إخوان واحد الشوط ديال الموت القتيله ولقى بيوقف نقول لكم واحد المنظر فحنا هذا هو السونتر ديال المدينه ديال العريش هذا المهم قضيه شويه خاويه ولكن مور الماتش هاد الجهه كامله تكون بوم ان شاء الله بيض ربحوا ان شاء الله هاد الجهه هادي المهم خليكم ديما مغرب تشاو
0-0 فان دو ماتش. هذه الونية الكرة تضرب الكرة تضرب الكرة ترجع الحمد لله الحمد لله. دير النية وسير الشبكة دير النية والكرة تضرب الكرة ترجع صافي صافي نوض صافي دوزنا صاحبي ما خصناش نفرحوا ما خصناش حكيمي دير النية الدراري دير النية الحمد لله دوزنا الاول مره في حياتنا من الربع النهائي ولكن ما يمكنش والله ما يمكن والله ما يمكن واحد ستريس اخي عافطي بزاف دري تقاتلوا صراحه دري كانوا رجال تقاتلوا ولكن شو انا كنت سايخ الفرقه راس لافوكا كاين دير راس لافوكا كاين دير النيه الكره دري الوداد كيتيقوا في راس لافوكا دري الوداد مي كانوا معاه دير النيه دير النيه الكره الضرب في البوطو وترجع جوج مرات وياك الحمد, الحمد لله يا ربي الحمد لله الحمد لله يا رب ديما مغرب نموتوا على بلادنا ديروا النية في الشبكة ديروا النية بكرة ضرب في البوطة وترجع جوج مرات ثلاثة مرات وهي كضرب ثلاثة مرات صافي واش ساليتو ساليو اخوان المهم هادشي اللي كاين نتمنى يعجبكم الفيديو غيبت لكم بزاف في يوتيوب مبقيتش كنحط نتمنى ان هذا الفيديو هذا يعجبكم وديروا لايك وابوني وكومونتير وصيفطوا لصحابكم وهادشي اللي كاين ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات يكونوا كثار وديال السفريات والمغامرات كان معكم ايوب تشاو وما تنساش دير النية الكرة ضرب في البوطو ترجع جوج مرات ثلاثة مرات اللهم بارك مبروك علينا مبروك على كاع المغاربة ما تنساوش ديروا ابوني وكومونتير وبارطاج بارطاج بارطاج يا تشاو